تحية طيبة للميلاد ديال المنظمة المغربية للعدالة وحق الإنسان. جاء بعد ما اقتنع المجتمع الحقوقي اللي كنا كنشتغلوا في مجموعة من الشبكات، واللي تبين بأن لازم يكون خط مستقل، خط وطني، خط غير حكومي اللي رافعوا فيه على قضايا ديال حق الإنسان في المغرب بشكل اللي اقتنعنا به واللي سطرناه في القانون الأساسي ديال المنظمة المغربية للعدالة وحق الإنسان، واللي أساسا كيأكد على مبادئ الحياد والموضوعية والاستقلالية تحت ظل الدستور ديال المملكة مع الاتفاق ما يتفق معه المعاهدات الدولية والميثاق الدولي حق الإنسان. بالنسبة للمداخلة ديال اليوم فهي تندرج ضمن دور المنظمات غير الحكومية في التعريف والترافع حول حقوق الإنسان، وأكيد أن المداخلة ديالي هذا اليوم انصبت فيما يخص الجيل الثالث لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق التضامنية، خاصة ما يتعلق بالحقوق البيئية. وأكيد أن اليوم مختلف الدول اليوم يعني تراهن على يعني ترسيخ ما يسمى بحقوق الإنسان على مستوى البيئة، وأكيد أن هناك انتهاكات مرتبطة بالوضع البيئي، مثلا المساحات الخضراء ومعدل نصيب الفرد اللي مثلا في الضابطة لا يتجاوز 1 متر مربع للفرد الواحد، وهذا في الحقيقة ما يجب التركيز عليه والترافع فيه أو عليه. ثم كذلك المشكل ديال تدهور جودة الهواء داخل الدار البيضاء وغيرها من بعض من مدن أخرى، وهذا كذلك ما يجب التركيز عليه في إطار الحقوق التضامنية. ثم كذلك موضوع آخر لا يقل أهمية وهو ما يتعلق بالموارد المائية، سواء تعلق الأمر بالكم الحصول على الماء أو ما يتعلق بالكيف أي جودة الماء. الحمد لله هذه الورشة التكوينية اليوم استفدنا بها كمناضلين ولا كأعضاء المكاتب التنفيذية ديال المنظمة، والحمد لله أننا خدينا واحد المجموعة ديال القوانين ومجموعة ديال الأفكار ومجموعة ديال المعطيات اللي غتسهل علينا أولا الترافع على قضايا ديال المنطقة على صعيد الإقليم، وثانيا كيفية مراسلة ولا مجالسة المسؤولين، وخصوصا أنك تقدر تراسلهم بما يسمح به القانون، يعني ما يؤطر القانون. اليوم كان عندنا لقاء مع مجموعة الدكاترة أساسيدة اللي صراحة ما بخلوش لنا بجميع المعلومات وبجميع القوانين اللي استفدنا بها احنا كأعضاء المكتب، وللحمد لله هذا الشيء اللي استفدنا اليوم غادي نحاولوا اننا نعطيه للناس اللي معنا في المكاتب، وكذلك بعض الساكنه اللي ولا الفعاليات المدنيه اللي هي مهتمه بالعمل الحقوقي. ونتمنى من الله ان هذه الورشات تكون يعني متكرره، ما كرهناش تكون اسبوعيه، نتمنى انها تكون شهريه او دوريه، تكون اسبوعيه لفائده كل المكاتب الاقليميه للمنظمه العداله وحقوق الانسان. مما لا شك فيه ان المغرب اكيد انخرط في الجهود الدوليه الراميه الى التحسيس بالقضايا البيئيه، مثلا الفصل 31 من الدستور الذي ينص على ان الدوله وكذلك المؤسسات يعني تيسر الحصول المواطنين والمواطنات على قدم المساواة على الماء، لكن الذي نجده في واقع الحال أن العديد من الساكنة حتى بالقرب من المدن الكبرى لا تتوفر على الموارد المائية، سواء من حيث الكم أو النوع كما قلنا سابقا. والقوانين كذلك التنظيمية مثل قانون الماء هو الآخر، حاول تنزيل يعني مضامين ديال الدستور، لكن كمساهمين في الحقل الحقوقي أقول أننا لازلنا ننتظر مزيد من المجهودات من أجل ترسيخ الجيل الثالث من حقوق الإنسان المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة. اليوم الدراسي هو لحظة تكوين، لحظة تأمل، لحظة تأطير، لحظة تأهيل، وهو عبارة على أكسجين بالنسبة للمناضل الحقوقي.
أنا لا نعتبر أن الساحة الحقوقية تنخرط فيها بدون أن يكون هناك تكوين وتأهيل في هذا المجال. ولعل الأصوات النشاز التي يعبر عنها البعض بدعوى أنها حقوقية لا تمت الواقع الحقوقي بصلة. اليوم المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان أخذت على عاتقها أهداف اللي هي الموضوعية مجتمعية تضخ دم جديد أو أكسجين جديد في المجتمع الحقوقي بصفة عامة والمجتمع المغربي بصفة خاصة. سيدي مامون دولة وسيدي مامون بوحدها كتضم تقريبا واحد 700,000 نسمة ما كتجاوز 41 كيلومتر مربع، زيد عليها البرنوسيرة كنوليو في دولة من دول أوروبية ومن دول الخليج، يعني كنهضروا على 1 مليون نسمة. الحمد لله كاينين، المكتب كيتشكل من أعضاء اللي هما في البرنوسي وأعضاء اللي هما في سيدي مامون. دونك بهذه التشكيلة ديال المكتب الحمد لله غادي نبداو نخدموا على حساب الليجان اللي كاينة، عندنا مجموعة ديال الليجان اللي كيتكلفوا بعض المستشارين، ونحاولوا اننا نخدموا اون باراليل، يعني نخدموا على البرنوسي ونخدموا على سيدي مومن. يعني ما يمكنش انا حيت انا كنسكن في سيدي مومن غنتكلم غير على سيدي مومن، المنظمه هي على الصعيد الاقليمي، ونحاولوا ان شاء الله بهذا الشيء اللي خدينا وبهذا الشيء اللي غناخذوا ان شاء الله من الترسانه القانونيه وبعض الدورات التكوينيه، اننا نحاولوا اول حاجه اننا نتواصلوا مع المسؤول. هذا هو اول حاجه، اننا نتواصلوا مع المسؤولين ديال على الصعيد الاقليمي، يعني صعيد العماله، لا المسؤول الترابي ولا المنتخب ولا الساكنه ولا الفعاليات المجتمع المدني. يعني هذه المنظمه ولا هذا المكتب الاقليمي غيكون منفتح على جميع الفعاليات المدنيه والحقوقيه والسياسيه على صعيد عماله على صعيد سيدي مومن وسيدي البرنوسي. والمنظمه اليوم دخلت لسنتها الثالثه، كملت سنة الثالثه الميلاد ديالها، ولكن جل اعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني هم ناس حقوقيين بامتياز اللي سبق لهم تجربه في مجموعه من الجمعيات والمنظمات الحقوقيه بالمغرب. واليوم وصلنا خلال هذه السنوات وفي ظل جائحه كورونا اننا نعقدوا لقاء مع الوزاره المكلفه بحقوق الانسان انذاك، ووقفنا على مجموعه من المواد اللي هي في القانون المغربي، واللي فعلا كنديروا فيها دفعات على اساس رصدنا فيها واحد المجموعه ديال الاختلالات من ناحيه تفعيل ديالها واجراءها على ارض الواقع. ولا يسعنا في هذا الاطار الا ان نشد بحفاوه وبحماس على يد المناضلين الذين في كل لحظه انهم لا يدخرون جهدا في اعداد دراسه وبحث ميداني لكل القضايا المجتمعيه. الباع المتجول اليوم في حاجه الى تاطير، اول حاجه قبل ما نهضروا في حاجه الى تاطير، في حاجه الى عمل مشترك، هذا العمل المشترك ما بين السلطات المحليه، ما بين المجالس المنتخبه، وكذلك الفاعل المدني او الحقوقي اللي كتعتبر اليوم ركيزه وبدون لغه الخشب، يعني كتعتبر عضو اساسي في هذه اللجنه المشتركه. يعني ما يمكنش تجيب واحد الظاهره اللي هي ظاهره اجتماعيه في المغرب كامل، دول بعض الدول المتقدمة اللي تغلبوا عليها بطرق اللي هي طرق عصريه، مثل تنظيم اسواق اسبوعيه في كل حي او كل مدينه. يعني كاينين مجموعه ديال الحلول. اليوم حنا ما نقولوش حنا غنجيبوا الحل، حنا طرف من المجتمع المدني اللي يمكن يقدم حلول ويد العون الى السلطات المحليه والمنتخبه. طبيعه الحال حنا اليوم ماشي جينا باش نهلكوا هذوك الناس ولا ندخلوا في السلطه ولا ندخلوا في المنتخب، بالعكس حنا جينا نخدموا اون باراليل مع المنتخب ومع العماله ومع شنو سميتو مع الساكنه ومع المجتمع المدني. كنشكروا في هذه المناسبه السيد الامين العام للتنظيم ديالو لهذه الورشه هذه، وكذلك المجلس المكتب التنفيذي للمنظمه المغربيه للعداله وحقوق الانسان، وكنشكروا الحضور اللي الحمد لله انه جاء مجموعه ديال الاخوان المناضلين وكذلك بعض الفعاليات المدنيه والساكنه اللي استفادت من خلال الورشات اللي دارت في خلال هذا اللقاء هذا.